السرطان عفو الرحم خلايا الحرشفية. هذا نوع من أنواع السرطانات يبدأ في الخلايا الرفيعة المسطحة لعنق الرحم. في بعض الأحيان يمكن أحد هون الزملاء إنه في أحيانا كي لعنق الرحم. تعدد الكي ممكن أحيانا يساوي لعن التهاب. لازم نعرف الصور مع والسرطان الذي يبدأ هو نوع من السرطانات عنق الرحم، هو على شكل عمود تتبطن به عنق الرحم. طبعا سمي رضاخة بابا نيكولا نسبة للعالم الذي اخترعه أوريه باريس وجورجيس بابا نيكولا، والذي سمي على اسمه هذا المرض. في حدا له سؤال؟ الأمي راح تهتم، العيلة كلها راح تهتم، تكون موجوعة معه، يعني دائما لازم وعي حوالينا، شي نساء، امرأة، أختنا، بنتنا، رفيقتنا، رفقاتنا بالشغل، لازم نوعينا إنه دائما يهتموا بصحتهم، خاصة مرض هذا الأمراض السرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم، كل شيء. يعني أحيانا يمكن المرأة تكون عندها مرض هذا المرض ما أنا مهتمة، تقول آخ ظهري عم يجاني، آه ما بعرف شو عم يجاني، يكون هذا المرض مأثر عليه بس هي ما أنا مهتمة. يعني من الاعراض اللي عم نسمع فيها انه هذا سرطان عنق الرحم، ورم بالارجل، وجع الظهر عند المراه، فكره حالها انه اشتغلت كثير بالبيت لهيك ظهرها عم يجعها، لا روحي اعملي لك فحص يمكن معك هذاك المرض لا سمح الله، مشان تقدري تعالجي شوي شوي، يعني احسن ما تصير عليك كثير وبعدين ما راح تقدري تشفي حالك منه. يعني اهتموا يعني السرطان يعني تعريف تعريفها يعني سرطان عنق الرحم، يعني من وين نشوف التسمية هذه؟ ثانية السرطان صحيح انه نوعين، واحد ذكر وواحد انثى، في شيء من هذا